بسم الله أبنائي وبناتي، طلاب صف خامس وصف سادس وسابع وثامن جنرال، النهاردة يا أولاد أن أقابل محمد مصطفى الطالب الخلوق. محمد هيناقش معانا الملف الوزاري الخاص بامتحان الرايتنج. ده النموذج الوزاري يا أولاد. امتحان الرايتنج هيكون عليه 25%، والامتحان الالكتروني يا اولاد الريدنج هيكون عليه 75%. كان يا اولاد البونص كان في امتحان الريدنج، حاليا يا محمد البونص بقى في امتحان ايه؟ الرايتنج. رات هل يا اولاد ده نموذج الوزاره يا اولاد؟ هل الوزاره يا اولاد هتقول نكتب موضوع عام؟ لا، مش هنكتب موضوع عام، احنا هنكتب يا اولاد، احنا هنكتب باقي قصة. مفيش موضوع عام يا اولاد، اكتب عن حيوانك المفضل، مكانك المفضل، او نختار موضوعات واحنا نختار موضوع منهم. لا يا اولاد، ده نموذج الوزارة زي ما انتم شايفين يا اولاد. تمام، هيكون اول جزء محمد هيكون جزء من ستوري، هيكون يا محمد جزء من جزء من ستوري، ستوري. ونبتدي يا اولاد ننفذ طلبات الوزاره اللي هي طلبها. تفضل يا محمد اقرا لنا ذا فيرست بارت اوف ذا ستوري اللي هيكون موجود يا محمد، مكتوب ريتن في الامتحان الوزاري الورقي. تفضل يا محمد نشوف النموذج الوزاري مع حضرتك ونشوف ايه الافكار اللي عندك. تفضل محمد مصطفى. ريد اباوت اليا. Alia always wanted to cook. She wanted to be a chef when she was a little girl. When she was about 10 years old, she started cooking for her whole family. They seemed to like her food. Even her brother, who was a very fussy eater, always asked for another plate of whatever she made. اكسلنت محمد مصطفى. ده يا اولاد الجزء اللي مكتوب الوزاره كاتباه، هنستلمه يا اولاد في امتحان الرايتنج، مكتوب زي كده يا اولاد. هنبتدي يا اولاد الجزء الاول يا محمد هيكون عباره عن ايه؟ تفضل محمد، اول جزء في الامتحان الوزاري طالبين مننا ايه؟ وسايب لنا يا محمد فراغات نكتب فيها الاجابه بتاعتنا عباره عن تو سنتنسز. محمد هنكتب جملتين في الفراغة الموجودة قدامنا في أول جزئية من الامتحان الورقي. تفضل محمد ريد ذا كويستشن. What happens next in the story? محمد هتحكي لنا ماذا سوف يحدث في الستوري بعد ذلك. يعني يا محمد هتقول لنا توقعاتك إيه؟ ماذا تعتقد أنه سيحدث محمد في جملتين محمد؟ Just two sentences. Full sentences محمد. تفضل محمد. What do you think will happen? I think Alia will be a famous chef when Again she محمد. grows up. Excellent محمد. Again please. I think Alia will be a famous chef when she grows up. Excellent محمد. I think Alia will be a famous chef when she grows up. Another sentence محمد. She is very clever at cooking. Thank you محمد على الجزء الأول. محمد الجزء الثاني تفضل. إيه المطلوب مننا في الامتحان الوزاري؟ Why do you think this will happen? Use the لماذا يا محمد information. تعتقد أن هذا سيحدث؟ عايزين منك يا محمد إيه؟ Use the information in the text above to support your answer. Your answer. Your answer. أوكي يا محمد؟ تمام. لماذا يا محمد توقعت هذا التوقع؟ أيد إجابتك بمعلومات من النص يا محمد بعد إذنك. تفضل محمد.
Why؟ لماذا تعتقد أن هذا سيحدث؟ I think I think Alia is very clever at cooking. Her whole family liked محمد her. محمد تقول ان I think Alia will be a famous chef because ممكن تمام. تقول ان توقعك يا محمد مع ذكر الأسباب. تفضل محمد. I think Alia will be a famous chef because her whole family liked her food. نجيب يا محمد من النص بعد إذنك. because Because her whole family liked her food. Even her brother, who was a very fussy eater, wanted and يعني asked for another plate of whatever she made. Thank you محمد. شكرا محمد. محمد جاوبت لنا الجزء الثاني في الامتحان الوزاري. شايفين يا اولاد محمد ملا الفراغات اللي موجوده. تفضل محمد الجزء الثالث. الوزاره طالبه من حضرتك ايه؟ اشرح لنا بعد اذنك. يوز Use the plan you wrote. Write the rest of the story. يعني يا محمد دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه في الجزء الثالث؟ عايزين نعمل بلان نعم. مخطط فور ذا ستوري. تعمل ايه تمام. المخطط بتاعك يا محمد؟ هتعمله على شكل بوين تحت بعضها، نقاط تحت بعضها، ولا هتعمله سيركل، ولا تعمله سكوير، ولا تعمله شارت؟ انت تعمل يا محمد في انه شكل ممكن أعمله points. بوينت. قول لي يا محمد ذا فيرست بوينت انت هتكتبها عبارة عن ايه؟ The title. ذا تايتل اوف ذا ستوري. يس محمد، وات از ذا تايتل اوف ذا ستوري؟ A famous chef. افيموس. اخترت التايتل ده محمد، اخترت العنوان ده للستوري، افيموس شيف. Chef. تمام محمد. السكند بوينت، النقطة الثانية عندك في المخطط Sitting, سيتنج. وات دو يو مين باي سيتنج؟ time and place. تايم اند بليس. يس محمد، الزمان والمكان. اوكي محمد، ذا ثيرد بوينت، النقطة الثالثة في البلان بتاعك Characters. كاركتر، اللي هي الشخصيات. مين هم الشخصيات يا محمد الموجودين عندنا في الستوري؟ Alia and her family. يس محمد، ذا فور بوينت The plot. بلوت. وات دو يو مين باي بلوت محمد؟ احداث. الأحداث أو المواضيع أو كده. الاحداث عباره عن ايه الاحداث دي يا محمد؟ اتناولها ازاي؟ فيرست ايفنت، Event 1 and ايفنت 1 Event الحدث 2 الاول، ايفنت 2 2 ايفنت Event 3 ايفنت ايفنت 1 ايفنت Event 2 2 ايفنت 3 Event 3 ايفنت 4. لا في حدث رابع محمد، حدث ثالث، and the last one يا محمد، the last point the end the end. yes محمد، اقرأ لنا يا محمد آخر طلب طلبه الوزارة مننا في النموذج بتاعها. use. تفضل محمد. أنا محمد مصطفى، عمل لنا بلان يا أولاد، وإحنا عرفنا البلان بتاع محمد يتكون من إيه. تفضل محمد. use the plan you wrote. You wrote, write the rest of the story. يعني يا محمد Include الوزارة في الجزء information. الرابع محمد عايزيننا نحن نكتب the rest of the story. يعني يا محمد هنكتب باراجراف كده نكمل فيه الستوري اللي هي قدمت لنا البداية القصة بتاعتها. اتفضل يا محمد. the rest of the story include يتضمن information about معلومات عن ايه يا محمد؟ What Alia's first job is like. What ازيك هنا يا محمد؟ يعني وصف لنا اول وظيفه بالنسبه لها. لايك يا اولاد، عايزين وصف، ديسكرايب. يس محمد. نمبر 2، What she enjoys about her job. بماذا تستمتع في عملها؟ يس محمد.
something exciting that happened in her job. اكتب لنا يا محمد في بقية الستوري ان في حاجة اكسايتنج من وجهة نظر محمد مصطفى happened in her job. نعم. مطلوب مني ان أليا اكتب رايت يا محمد at least 25 اللي يا sentence. محمد 25 words in sentence. write at least 25 words in sentence. اكتب على الأقل محمد مصطفى 25 كلمة في هيئة جمل. يعني يا محمد احنا حوالي باراجراف من 6 جمل. اكيد يا محمد هتعمل لنا تايتل كده جميل زيك كده محمد، وتكتب لنا الجملة الأولى اللي فيها أليا عشان نكمل عليها ذا ريست اوف ذا ستوري. تفضل محمد احكي لنا انت فكرت في ايه؟ الجزء بتاعك أليا اللي هتكتبه يا محمد، ايه العنوان بتاعك بتاع الستوري اللي هتكتبه لنا؟ a famous chef. اوكي محمد، هذه اول حاجة حطينا العنوان. تفضل يا محمد. أليا always wanted to cook. يعني She يا محمد wanted انت تاخذ جملة او اثنين من التكست بتاع الوزارة من الجزء الاول. ماشي يا محمد. آلية تفضل محمد. أليا always wanted to cook. She wanted to be a chef when she was a little girl. يس محمد. She is very clever at cooking. That's right محمد. She is very clever at cooking. When she joined a competition when she grows up She joined and a competition of She cooking. joined a انضمت competition. التحقت التحقت بي يا محمد. competition of cooking. yes نعم. محمد. She joined a competition of cooking and she won the first prize. and she won كسبت The محمد first won prize. the first The first prize prize. at cooking. yes محمد. what about her family feeling؟ Her family. family was very proud of her. الله يا محمد. Her family was very proud of her. She got courses at cooking. She She got followed. courses. حصلت على كورسات يا محمد at cooking. She followed the programs about cooking on TV. اكسب محمد مصطفى. محمد مصطفى يا اولاد معيشنا الجو ان هو يعرف اليا وقال ان هي حضرت كورسات في الكوكينج في التي في وانضمت لمسابقه كمان. محمد تتوقع ان اليا ممكن يكون لها برنامج about cooking on TV؟ Yes, I يس think. محمد. يس محمد. اخر حاجه كتبتها يا محمد في الستوري كده. يلا محمد عشان الصوت اخر حاجه. Finally, Alia achieved her goal and became a famous chef at a famous restaurant. ثانك يو محمد مصطفى على المعلومات الجميله يا محمد وعلى شرحك الجميل اللي شرحته لنا في الملف في الوزاري. شكرا محمد مصطفى. في انتظارك يا محمد في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. شكرا يا محمد وإلى اللقاء. جود باي محمد مصطفى. جود باي محمد. Goodbye, teacher.